بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه مهاويس البادج رينبو. موضوعنا النهارده ان شاء الله هيكون عن العامل البنفسجي او الفايلوت فاكتور. الفايلوت هو اجمل لون في البادج على الاطلاق، اجمل لون واجمل درجه ازرق في البادج على الاطلاق. بس مش معنى ان انا بقول اجمل درجه ازرق يبقى الفايلوت له علاقه بالازرق، لا، الفايلوت عامل بيدخل على اي لون اذا كان اخضر او ازرق بكل درجاته. يعني الفايلوت هو عامل بس بيأثر على اللون، عامل مؤثر على اللون. طب ايه الفرق بين العامل واللون؟ اللون هو لون اساسي، يعني طفرة بتوصلك للون معين، لون محدد، هي هو ده، دي كلمة لون. لكن العامل هو عامل بيخش يأثر على اي درجة لون من الالوان اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اذا كان في الازرق السكاي بلو او الكوبالت او الموف، وفي الاخضر لايت جرين او دارك جرين او الاوليف. في خطأ كبير بيقع فيه مربيين كتير جدا، ان هما ينزلوا مثلا فرد وينزلوا توصيفه ويكتبوا ان الفرد ده فايلوت بنفسجي، يقول الفرد يوصف الوصف فول بادي جراي اوبلاين فايلوت بنفسجي. طب كلمة فايلوت بنفسجي دي مبدئيا غلط، لان كلمة فايلوت بالانجليش هي بنفسجي بالعربي، فلا يصح ان احنا نقول فايلوت بنفسجي. انت كده بتوصف الفرد ده ان هو بنفسجي بنفسجي. طيب هل ينفع انزل توصيف اكتب على فرد فايلوت واسكت؟ لا برضو طبعا. ليه؟ لان زي ما قلنا الفايلوت هو عامل بيخش على اي لون، فلازم الاول نقول اللون الاساسي وبعد كده نقول هو سنجل او دبل فايلوت. يعني نقول مثلا كوبالت سنجل فايلوت او كوبالت دبل فايلوت او موف سنجل فايلوت او موف دبل فايلوت، لكن كلمة فايلوت في المطلق مش هتتفهم ومش هيتعرف درجة اللون ايه. اهم تأثيرات الفايلوت بتظهر في الكوبالت، اهم تأثير للفايلوت واقوى تأثير للفايلوت بيظهر للكوبالت، بالاخص لما يكون فايلوت دبل فاكتور، بيظهر في الكوبالت بصورة حقيقية، يعني اللون بيبقى فايلوت حقيقي بتقدر تميزه بعينك. والسنجل فاكتور نفس الكلام، بس السنجل بيبقى اضعف شوية. طب احنا هنشوف ان شاء الله الكلام ده كله بالفيديو دلوقتي، وهنشوف الطائر الكوبالت بدون فايلوت، وهنشوف الكوبالت سنجل فايلوت، وهنشوف الكوبالت الدبل فايلوت. بس اهم حاجة نعرفها ان تأثير الفايلوت الحقيقي بيظهر في الكوبالت، وتأثيره في السكاي بلو بيبقى بس بيغمق اللون شوية وبيظهر درجة فايلوت بس خفيفة. تأثيره في الموف هو تغميق درجة الموف، بيخلي اللون أعمق، وده اللي ان شاء الله هنشوفه في الحلقات الجاية. بس الحلقة دي هنركز فيها جامد على الكوبالت، لان الكوبالت هو اكتر لون احنا محتاجينه عشان نقدر نظهر فيه الفايلوت. وتعالوا بينا نشوف في الفيديو الاول. الفيديو ده هيكون لطائر كوبالت بدون أي عامل فايلوت، تعالوا نشوف. الهدف من الفيديوهات اللي هنشوفها دلوقتي هو الإجابة على سؤال مهم جدا، اللي هو أنا دلوقتي عندي طيور فايلوت، ليه مش بنتج فايلوت؟ مش بتنتج فايلوت لأن ممكن في الأساس يكون التصنيف غلط. من المنتشر إن اللون اللي احنا شايفينه قدامنا ده إن هو فايلوت، واللون ده لا يحمل أي عامل فايلوت. اللون اللي احنا شايفينه ده دلوقتي كوبالت بدون اي عامل فايلوت، كوبالت فقط. اكتر لون متداول ان هو فايلوت في السوق، ناس بتشتريه كتير على ان هو فايلوت، وبتستنى طبعا منه انتاج من المفترض ان هو فايلوت سنجل فاكتور او فايلوت دبل فاكتور، وللاسف ما بيطلعش الانتاج كده. احنا كلامنا في الفيديو ده هيكون عن الكوبالت بس، احنا المفروض نتكلم عن كل الالوان سكاي بلو وكوبالت وموف، بس بنتكلم دلوقتي عن الكوبالت بالاخص، لان الكوبالت هو اكتر حاجة زي ما قلنا بيبان فيها الفايلوت. هنعرف نوصل الفكرة من خلاله، وبعد كده ان شاء الله هنكمل كلامنا في السكاي بلو والموف. معانا الفيديو كده رقم 2 او الطائر رقم 2. الطائر ده مشابه للي فات من حيث الطفرة، الطائر كلير وينج، ومن حيث اللون فاللون كوبالت. لكن هنلاقي هنا اللون اغمق وفي درجة فايلوت واضحة شوية في الرقبة وفي الجسم. الطائر اللي احنا شايفينه فايلوت سنجل فاكتور، طائر كلير وينج اوبالاين، كوبالت فايلوت سنجل فاكتور. هنلاحظ ان اللون هنا اقوى، اللون اقوى، وده تأثير الفايلوت. يمكن مش واضح انه فايلوت صريح، لكن واضح ان في درجة فايلوت كويسة، واللون غامق عن الطائر اللي فات. ممكن برضو في حاجة تانية تساعدنا شوية في اختيار الطائر المناسب، لون الخد. كل ما كان غامق كل ما دي كانت حاجة او علامة لوجود عامل الفايلوت، وبرضو لون الرجل كل ما كان غامق
كل ما كان افضل في التركيبة بتاعت الفايلوت، لان معنى كده ان صبغة الطائر ده قوية ومدعمة بالفايلوت. نشوف التلات طيور جنب بعض عشان نشوف الفرق، والفرق هيكون واضح جدا لما الطيور تبقى جنب بعض. كده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من سلسلة الفايلوت. سلسلة الفايلوت سلسلة كبيرة إن شاء الله هتضم أكتر من حلقة، هنتكلم عن الفايلوت السكاي بلو، الفايلوت في الموف. بس أهم حاجة كنا نوضح الفكرة في الكوبالت، لأن مش أي كوبالت يتقال عليه فايلوت، وده انتشر جدا في الفترة الأخيرة. اختيارنا للزوج المناسب هو اللي هيوصلنا اللي احنا عايزينه، عشان كده لازم نعرف شكل الفايلوت في السكاي بلو، في الكوبالت، في الموف، وبعامل مفرد وبعامل مزدوج. ان شاء الله لينا حلقات تانية في موضوع الفايلوت هنتكلم فيه بصورة اكبر، وهنتكلم فيه عن الوراثة في الفايلوت، وازاي نقدر نورثه الاجيال بصورة سنجل فاكتور وبصورة دبل فاكتور. وان شاء الله هنشوف الكلام ده كله عملي على ازواج موجودة فعلا، وهتشوفوا الاب وهتشوفوا الام وهتشوفوا الانتاج. وان شاء الله تجربوا كل الكلام ده، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ونوصل لكل حاجة احنا عايزينها. ادعموا القناة بس بشير وسبسكرايب لو الفيديوهات عجباكوا، عشان نقدر نكمل ان شاء الله، ويكون دعم لينا وحافز. سلام عليكم.